بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس رقم 49 من دروس شرح موطأ الإمام مالك. يبدأ هذا الحديث ببيان ما يتعلق بسجود السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. الإمام مالك وضع هذا العنوان انطلاقا من الأحاديث الواردة في الموطأ، بدءا من الحديث رقم 206 وما بعدها. ذي الأحاديث هكي سي 206 غرزداف، فشد مسلاين مسلاين وين أري غرضن دي الظليثيس يزول ركعتين، مثلا الظليثن الظهر تسعة أربع ركعات يزول ركعتين وبعدين يسلم. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهية. العنوان مستمد من الأحاديث، ولكن قبل أن نشرع في شرح هذه الأحاديث لا بد من مقدمة خفيفة. السهو تثوث، شو المعنى السهو؟ المعنى تثوث النسيان، الذهول عن الشيء. ممكن الإنسان يركز مهما كان تركيزه ولكن يسعى، جل من لا ينسى. أكن يفغوف ندم يخشع يتظلي في سيركز يزمر ذي يتسو، هذا أمر طبيعي بشري. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يناد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني ربي سبحانه وريت حسفارة أمذن ما يغلظ الخطأ، النسيان ما يتسو، وما استكره عليه، أكره على فعل شيء أو قول شيء رفع عنه الإثم ويرفع مع الإثم الحكم. الإمام القرافي صاحب الذخيرة شدينا يجاوب غد في ونستقسي ذا شوث ما يليون يغلظ ذي الظليثيس، أهل طارا أذي زمثا الظليثيس أذي عوذ أي خير نغ أذي رقعة الظليثيس. هذا السؤال يطرح علينا جميعا، الإنسان الذي سهى هل الأولى أن يرقع صلاته ويستمر فيها، أم يقطع صلاته بالتسليم ثم يعيدها؟ الإمام القرافي أجاب، واش قال؟ التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة، بالصلاة المرقعة المجبورة، يعني جبر خللها، الخلل الذي وقع يجبر بالسجود. يغلظ بنادم أذ يرقع فظلثيس سجود تثوث، يعني ثلاث السجدات ما كنت نشرح من بعد سجود تثوث. إناد التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة. قال كلاما في هذا السياق ثم قال أولى من إعادتها. أغلق القوس، خير بنادم أذي جفر ظليثيس أترقع وذي كمل، خير ما يلي يزميت. هذا الحكم ذكره العديد من الفقهاء، اخترت هذا الإمام القرافي
رحم الله الجميع. أسباب التثوث عادي، إلا السبب الأول النقص البشري، يعني الإنسان ناقص، الكمال لله، نقولوا احنا الكمال لله، هذا السبب. مادام بنادم ينقص ينقص، صافي الخدمة يستنقص كل شيء ينقص، بدليل من كمل تظلي تدينني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. أي غرض نقرك؟ لماذا نستغفر ونحن خارجين من العبادة من الطاعة؟ لأن لا أحد يجزم بأن عبادته تامة، نرقع العبادات بالاستغفار، وإذا كان ظهر النقص يجبر كما في موضوع سجود السهو. صافي السبثم زوروث بنادم ذا النقص أذي غلاظ وذي تسوى سبب وسين ذا شوث وسوسة الشيطان. أو طبعا الوسواس لا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في الحقيقة الآية فيها سببان، كاين وسوسة الشيطان، كاين حديث النفس. أحيانا الإنسان النفس نتاعو الخاطر نتاعو يروح يدور 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 ينسى، يقول هل صليت زوج ولا ثلاثة، سجدت ولا لا لا، ركعت ولا لا لا، إلى آخره. لذلك هذه أسباب يقع فيها الإنسان بنادم ذي تسوى، لكن الحمد لله إلا ورقعت ظليت. الحكمة من تشريع سجود السهو، أولا الأصل في العبادات الحرمة إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. علينا الاتباع لا الابتداع في أمور الدين دون أن ندرك الحكمة، ولكن إذا أشارت النصوص إلى حكمة نذكرها. لو كان يجي واحد يقول لك علاش المغرب ثلاث ركعات، شكون يقدر يجاوب؟ لا أحد. أي غر المغرب ثلاث ركعات يقدر يزمر الدين، أي غر العشاء أربع ركعات لا ندري ولا يهمنا أن ندري ونتنادي ونتقلب. الأصل فيها الاتباع، إن ضرب في صلاة يسلم زرت أربعة زاد أربعة، نركع نسجد نركع نسجد، صلوا كما رأيتموني أصلي كما في الحديث. إذن ولكن هذه الحكمة أشير إليها، الحكمة الأولى جبر الخلل، جبر الخلل، وهذه الحكمة وردت في النصوص سواء في التي نقرأها بعد حين في الموطأ، وفيها مثيلاتها في عند أصحاب الصحاح وأصحاب السنن إلى آخره. إذن جبر الخلل، شرع سجود السهو جبرا للخلل باش أينكني يخصا أينكني ينقصا ذي الظليث في رقع بنادم. الحكمة الثانية إرغام الشيطان، وقد وردت أحاديث في هذا الباب مثل حديث سعيد أبي سعيد الخدري وغيره، أحاديث أبي هريرة وهي كثيرة. إرغام الشيطان يعني الشيطان الذي يوسوس للإنسان باش يسهو في صلاته، أذي تسو وذي غفل وذي غلظ إلى آخره. إرغاما للشيطان كاين سجود السهو، مثل من سجود السهو فرقات ظليتي مسترقاض أذي يرتحوا لي، إرغاما للشيطان. وكذلك في حكمة أخرى مهمة، السكينة والراحة التي يجدها الإنسان بإتمام صلاته، يظل كاملة إتمام الصلاة. زر كما تعود ذي حاجة أدس سمحتي مثلا يون يوزان من بعد يغلظ أمشي راه يخدم، يوزان الصيام الفرض من بعد يغلظ يسوان غيتشا ذا شاري يخدم ذاكي يتم صيامه يمسك. وإلى قرن هذا
هذه كما ذيتش خاطي مي قعد رمضان هذه غرم يونس هكذا ثبان. وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق والخلاف الفقهي الوارد في هذا الأمر، ولكن الفقهاء ديننا لا وسي تعوذ راه خطر يبد حديث فقد أطعمه الله وسقاه، يعني ربي سبحانه يبغى يسيد شيء سوى. ولكن السادة المالكية وهم يناقشون أصحاب هذا الرأي قالوا إن هذا الحديث أو هذه الحديث ترفع الإثم وترفع الحرج، الحديث يعني دين ساتوث ثغل الضرع مع حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان عادي، ولكن الأحاديث لا تشير إلى عدم القضاء لأن صيامك فيه خلل والخلل يحتاج إلى جبر. ما عندكش حق تقول مادام غلط شربت ولكن تنكمل، لا ما تكملش، أتم صيامك. لذلك الإمام القرافي كما قلنا وهو يقول تقرب إلى الله تعالى بالصلاة في أمر الصلاة قال المرقعة المجبورة، إن هذا المرقعة المجبورة ثقي أفضل، يعني أولى من إعادتها، أولى من إعادتها. في أمر الصيام، في أمر الصيام ما كاش كيفاش يرقع على الصيام، هراك فطرت، ولكن بعد رمضان ترقعوا، كيف ترقعه؟ بالقضاء والسلام. وبذلك نجمع بين الأحاديث، نجمع بين جميع الأحاديث. إذن هذه بعض حكم مشروعية سجود السهو، أنواع السهو. الإنسان ممكن يسهو على فريضة، ممكن يسهو على فضيلة، ممكن على سنة، والسنن ذاغ أنواع. السهو عن فضيلة مثلا واحد يقرأ قنوت، القنوت نتاع الصبح، إما نساه نهائيا ولا كان يقرأه وأخطأ، هل يجبر بالسجود؟ الجواب لا، لا سجود في سهو عن فضيلة. يون يخدم القنوت ذي الظلث من الصبح، أخي نكيد المالكية من ظل ركعتين من الصبح، ركع بعد الركعة الثانية قبل الركوع أدنوي القنوت، وعند غيرنا يخدم القنوت بعد الرفع من الركوع، وكلاهما ورد، وكلاهما ورد يعني في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلا صوت أصلا ودغريضة دعاء القنوت ولاش ذيك السجود السهو، إما إلا ثغرت تصوت تروحك جملة كلمة أيضا لا سجود، خطر وقي فضيلة. السهو عن الفريضة إما إلا يون يتسو مثلا الركوع وقي نغيت ركعة كاملة، السهو عن ركعة كاملة أو عن ركوع وقي هل يجبر بسجود السهو؟ الجواب لازم يؤتى به خطر الركن وبعد ذلك يسجد سجود السهو البعدي. مثلا يون يتسو الركوع الركعة يلغيها ما يقطعش الصلاة، لأنه نأكد على أمر مهم، قطع الصلاة تمكين لوسوسة الشيطان، يولي الإنسان يولي الشيطان يتحكم فيه فيسهو كثيرا في صلاته ووضوئه وصيامه وفي كل شيء. فغادي نغبلي ما يليون يلدي ثبور في الشيطان من المكتسوى ذيك زمثة الظليثي ساد يغال أذي تطفذك الوسوسة يجي أذي يغال ضطان أذي وعر باش أذي يحلو. إذن الإنسان حتى كي ينسى ركعة كاملة تفكرها ولا ركوع كامل
الإنسان صلى قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ سورة، بدل أن يركع سجد، بعد كي وصل السجود فك الركوع، يلغي هذيك، يلغيها، لأنه الركعة بالركوع تحصل أو تتحقق، الركعة بالركوع وسجدتيه وسجدتين. أما وقد نسي الركوع يلغي تلك الركعة ثم يأتي بها والسلام، وبعد ذلك يأتي بسجود السهو البعدي. إذن السؤال، هل يرقع يعني يجبر الخلل اللي نساه يعني في الركن بالسجود؟ الجواب لا، لازم يؤتى به لأنه ركن، لأنه فريضة. الركوع إلى قفي دياوي أدي وركع تجلط من فوق أدياوي سجود السهو البعدي يعني السجدتين. والسجود عن السنة، إما إلا السهو عن السنن، ثاثوث ذي السنن، نعم. والسنن ذا أنواع، لنت سنن خارجة عن الصلاة، لنت سنن داخلة في الصلاة، نغ سنن قبل الشروع في الصلاة، وسنن بعد الشروع في الصلاة. مثلا السنن قبل الدخول في الصلاة، لانت السنن يون ما يتسوثنت، ولكن السنة لانت السنن ولكن قبل هذيك الشمس تصليت. مثلا يتسوى الأذان، نروح نصليو بلا الأذان، السن الأذان ماشي فرض، سنة. نسينا الإقامة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، بعدين قد قامت الصلاة نسيناها، نساها الإمام، نساها المؤذن، نسيناها كامل وصلينا عادي، ما كانش سجود السهو في قدق السنن يلان قبل أن يشم ذي الظليث. تسوية الصفوف، أيضا تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ولكن عدم التسوية لا يجبر بالسجود، لا سجود سهو، لا يتقرر سجود السهو، ما إلا ونخذي مالا تسوية الصفوف عندها نغلظ ذي شغلاقي ونزي مالا نجبر السجود ولاش ذيك السجود. ونفس الشيء بالنسبة للسترة وغيرها من الأمور، هي سنن خارجة عن الصلاة أو قبل الشروع في الصلاة. لانت السنن في قذقي اللي داخل في الصلاة، مثلا الإنسان نسي السر والجهر، صلاة المغرب الركعتان في مزورة بالجهر، إما إلا الإنسان نسى الجهر قرأ يعني صلى ركعتي المغرب الأولى والثانية سرا، ماذا فعل؟ راه أنقص من صلاته سنة وجب السجود لها قبليا، أي غير سجود السهو القبلي يعني قبل ذي السلم، أخطر يتسوم الجهر. والعكس، صلاة الظهر صلاها جهرا، نغ العصر يقول الله أكبر ويجهر، كيف يق ماشي ذا يقطع صلاته مرة أخرى، لا يقطع صلاته، يكمل بعد السلام كي يسلم يجيب سجود السهو البعدي أعلاه، خطر زاد كين الزيادة في الصلاة، والزيادة تكمن في الجهر في الصلاة السرية. انت يجهر ذي ظلث انطهور وتظلث انطهور إلى قتل سرية. فهي كمثال، كذلك نسيان صورة، يون مثلا يزول ركعة مزوروث الفاتحة من بعد ركعة مباشرة يتشوثا صورة، يعني يقرأ ما تيسر، كي نقول نسيان صورة يعني إما صورة من الصور القصيرة
المتوسطة أو الطويل لا يهم، أو لم يقرأ ولو آية. لو كان ديني مدهامتان، الله أكبر، الرحمن علم القرآن مثلا، لو كان يقول آية آية يكفي، تجزئ ولو كانت قصيرة، لا ينظر إلى عدد الكلمات أو المهم، ما يصدق أن نسميه بالآية، ما يوصف بالآية، أيث الآية تكفي تجزي. بعد التشهد في ثقي نذكرها من الآن، إميل الإنسان اجتمع عنده سجود السهو القبلي والبعدي، ذقي يغلب سجود السهو القبلي. مثلاً وريخ ذمار التحيات لم يفصل بين مثل المغرب بين الركعة الأولى بين الركعتين أولين والركعة الثالثة، لم يفصل بينهما بالتحيات بالتشهد، نظم مباشرة ذقي نقص، وفي نفس الوقت دار زيادة، ماذا يصنع؟ هذا يخدم سجود السهو القبلي. في الظهر مثلا يخدم الركعة الأولى جهرا، يخدم الزيادة، يتسو مثلا تحيات التشهد، ذقي يغلب سجود السهو القبلي. الحديث رقم 206 من الموطأ، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. طبعا بعض الأحكام التي ذكرناها عن السهو سجود السهو هي مستنبطة من الأحاديث، من مجموعة الأحاديث التي وردت في الباب، منها هذا الحديث 206 وما بعدها في الموطأ. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزول من بعد ظل كي يصلي ركعتين، انصرف يعني سلم وانصرف من اثنتين. الحديث لم يذكر ركعتين، ولكن حديث أخرى ذكرت الركعتين. هذا الحديث بالذات حديث 206 في الموطأ لم يقل ركعتين، إنه انصرف من اثنتين، يزول صنف الركعات. لا ندري، الحديث لم يبين هل ترى الظهر ولا العصر ولا العشاء ولا المغرب، لأن هذه هي الصلوات، ما نقولوش الصبح مثلا، خطر الصبح ركعتان. إذن هذا الحديث يحتمل التأويل، انصرف من ركعتين، ماذا نفهم؟ انصرف من اثنتين، نفهم باللي يعني الظل النبي صلى الله عليه وسلم سناث سناث من بعد يسلم خرج يفصل الظليتين، ونظر الى الظهر ولا ذي العصر ولا ذي المغرب ولا ذي العشاء، خاطر في كذاك سانت اكثر من اثنتين، سانت اكثر من سناث. فقال له ذو اليدين، وقي وصف لي واحد من رجل من البادية كما تقول بعض الكتب، إنك لا يحضر كثيرا يعني سني يسد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يفق باللي محسوب يزور كل الصحابة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الإمام صلى الله عليه وسلم. مباشرة بعد المسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينتقر ورس، تحدث معه إنيس أقصرت الصلاة أم نسيت، يعني مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنيس أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، هكذا نص الحديث. أقصرت معناه صارت قصيرة، نكون بين قوسين العبد كي يسافر
من أحكام السفر القصر. القصر كي معناه شكون اللي تقصر؟ يقصر صلاة الرباعية، العشاء تسوال ركعتين ماشي أربعة، الظهر ركعتين، العشاء العصر ركعتين، يعني صلاة الرباعية. أما الثنائية والثلاثية فلا قصر. وكي قاصر القصر إذن كانت رباعية فصارت ثنائية بل قصر، وهذا من التخفيف الوارد في الشريعة الإسلامية. إناس أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وذا يفهم كذلك قصرت الصلاة معنتها جاء التشريع الناسخ، يعني ربي سبحانه أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم باللي الرباعية تغال ثنائية، وهذا الأمر يحصل في الأسفار. واحد مسافر يصلي بمسافرين صلاة الظهر ويكون معهم واحد مقيم، وجب في حقه الإتمام. وبعدين لازم يفهم هذا الفقه، إذا كان في مكان نتاع السفر كما المحطات مثلا نتاع السفر سي نورمال سي بلي وكي يظن يسن هذا مسافر، ولكن كان الإمام يصلي ركعتين سي ما كاش كيف، لأنه الإمام لازم يتم الصلاة. إذن أقصرت الصلاة تحتمل هذه المعاني. إنس أقصرت الصلاة، في رواية أخرى أقصرت الصلاة مبني للمجهول، أقصرت الصلاة نغ أقصرت الصلاة كلاهما صحيح. أم نسيت يا رسول الله؟ يعني تصوض. وطبعا ذاكي التعليق هل الأنبياء ينسون؟ النبي نقاش يعني بين العلماء عميق، كان يقول لك النبي لا يمكن أن ينسب إليه النسيان لأنه مبلغ عن الله يوحى إليه، إذن ما دام يوحى إليه خلاص إذن لا نسيان. ولكن حتى النسيان من الوحي، بارك الله فيك، حتى النسيان من الوحي. في رواية الحديث أنسى لأشرع، وفي رواية أنسى لأشرع، معناه بحكمة ربانية. أنسى ضربي رثي ستون عادي، وقد حصلت أمور كثيرة من هذا النوع عادي، ولكن باش يشرع ليبلغ ليعلم، لو كان ما صرات الوش قال صلوا كما رأيتمني أصلي. لذلك احنا كده حينما ننساو نديروا كما دار، وهذه الأحاديث نقرأها. لذلك هذا الأمر بلا ما نطولوا فيه نقولوا أمر عادي والسلام، ممكن يحصل هذا الشيء من النبي لأنه داخل في الوحي هو أيضا. ولكن ما نقولوا شيء ينسى في الآية، لا، نزلت عليه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربي قال قل هو الله أحد، ماشي قل هو الله واحد، لا، قل هو الله أحد. أن دلنت القراءات وكذا في هذا أمر آخر، أمر آخر. نعم بارك الله بما أوحي لي، يعني نقرأ قوله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم، قراءة يوم القيامة يفصل بينكم، ثقي قراءة ثقي قراءة صح أنت ياكم. إيه نعم تكشم فلا تنسى، لأنه بارك الله فيك العلماء حينما ناقشوا المسألة هذه ذكرت هذه الآية فلا تنسى، إيه فلا ينسى، بدليل أن الله عز وجل أنساه الصلاة، ويسر الله من يذكره، وبعدين جاء الوحي باش أديني كيف نرقع الصلاة،
فبعد اكتمال الدين فلا نسيان، كل شيء نكمل. إذن الآيات تنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما هي وحيا بلا نسيان، وما حصل من الاختلاف يعود إلى تعدد القراءات، وهي صحيحة كلها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى جبريل، ومنه إلى رب العزة جل جلاله. ولكن الشجاعة اقسع هذا الذي اليد الناس أم نسيت، يعني أم تصوض. وطبعا هذا الأدب، هذا أمر فيه أدب، يعني وليش ديك واش اسم قصر هذه القيمة، كما في غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. علاش ذاك الصحابي الجليل حباب المنذر إن ياسين النبي صلى الله عليه وسلم أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إن ياسين ماذا ضرب به دينا دقيق لقى وحيا ونزمير دينيني. ولكن ما إلا ذا تمست الرأي الاستراتيجية كذا أدفك الرأي وايض، وذي الأمور أمور الدنيا في شؤون الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لماذا اقترح عليه مثلا سلمان الفارسي حفر الخندق؟ بحكم معرفته في هذا الموضوع، يزرع يسم، وهذه دخل في استراتيجية الحروب. والنبي صلى الله عليه وسلم قابلة راضية، وفي موضوع تأبير النخل أيضا، موضوع تأبير النخل يعني في المسائل الفلاحية. لذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقول لك هناك أمور تخرج عن السنة التشريعية، هناك سنة تشريعية، وهناك سنة غير تشريعية، أفعال قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في التشريع، طريقة أكله وشربه. وإن كان الطب الحديث يثبت بعض الأمور حقيقة، واحد مثلاً يشرب واقف يجوز، ولكن أفضل يشرب جالس، ولكن ليس آثماً، ما عندوش إثم. في أمور أخرى تاع الدنيا، الشؤون الفلاحية والشؤون مسائل هذه الحروب وكذا، شؤون الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لذلك باش تكون الصورة واضحة نقرأ لكم نتم الحديث. إناس أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش قال؟ أصادق ذو اليدين، مباشرة توجه إلى المصلين وهم الصحابة وقذلن يذس، استقساثن أي غار، لماذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باب التثبت والتحقق، خطر تصرى لكم وتصرى لنا، تصلي بالناس وبعدين يجي واحد يقول لك نسيت، بلك هو اللي نسى، بلك هو اللي نسى. أحيانا واحد يفتح على الإمام في القرآن خاصة في الآيات المتشابهات، هذاك المأموم هو اللي غلط، المأموم هو اللي غلط، لذلك الإمام يشوف روحه، يشوف روحه، معليش لفت انتباه يراجع. هنا إذا كان شاف روحه باللي غلط هو يصحح، وإلا يبقى يثبت. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم سأل إنس أصدق ذو اليدين، السؤال مطروح، لماذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سأل؟ للتحقق والتثبت. وفي المسألة حكم فقهي، يعني جواز الكلام، ولكن فقهاء قال لك يجوز الكلام بأقل الكلام، يعني الدين كان أين لاقا؟ نعم، أين سوى جبر التظليف؟ أصدق ذو اليدين، ما لازمش تبدا تحكي معاه، صافي انت كنت تبع مليح، انت تتحقق زعما راك محقق،
لا لا ما تقصرش معه، ما تدخلش معه في حوار، نتعلم هذا الحكم الجواز. شوف سبحان الله كل شيء تشريع. أصدق ذو اليدين، إذن المقصد من السؤال هو التثبت والتحقق. ومن ناحية الفقهية يجوز الكلام بالقدر اللازم، وهذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. نكمل الحديث. الحديث فقال الناس، فقال الناس والمقصود هنا الصحابة وقاذي حضرا، نعم في واحد الرواية للحديث إنس في صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت، يعني جاوبوا ثم سأل. إلا الرواية نظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب ذا اليدين إنس ما قصرت الصلاة ولاش تنكنيت الله وما نسيت ورد صغارة، علما من باب التذكير مازال لم نعلم الآن هل هي صلاة الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، لأنه الاحتمال في هذه إلى حد الآن لا نعلم، ونقرأ أحاديث أخرى بعد إن شاء الله. فقال الناس نعم، أيضا الناس الصحابة لم يتكلموا كثيرا، اكتفوا بما يؤدي الغرض، جاوب النبي صلى الله عليه وسلم ننس نعم. واش دار النبي؟ خلاص تحقق. واش يدير؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. خلاص درك فهمنا باللي يا الظهر يا العصر يا العشاء، المغرب نحيناها خطر منطقيا مادام فصلى ركعتين، أني أقرأ الحديث معنى صلاة رباعية، فصلى ركعتين أخريين ثم سلم. طبعا بعدما أتم ركعتين سلم، لم يتوقف هنا، ثم كبر، باش نفهم بلي سجود السهو إلى قليل بالتكبير، ماشي هكذا تسجد برك، لا لا تقول الله أكبر ثم كبر فسجد، يعني خدم السجود الأول مثل سجوده، يعني المرجعي المألوف، أو أطول مثل سجوده أو أطول. راوي الحديث هكذا قال إنه سجودني سجد سجود سو سجدني ثم زوروث أمثل أمثلني عدان نعم في قذي عدان نغ أكثر شويط وزيفت أكثر، ثم رفع، أي رفع من السجود يعني من السجدة الأولى، ثم كبر، باش نفهم باللي نذغ الله أكبر للسجدة الثانية، فسجد مثل سجوده أو أطول. كما قلنا لكم مرارا إخواني، شوف الدقة، الصحابة رضي الله عنهم أي نظرنا في دينين على حسب تزمر ثنسن، يتحملون ثم يؤدون، هذا اللي اسمها في علم الحديث التحمل والأداء، التحمل والأداء، يتحمل ثم يؤدي بقدر معرفته وعلمه. ثم رفع، يعني بعد ما سجد سجدة ثانية يميك سجد سجود وسين في السنف، رفع من السجود. هذه هي طبعا. بعدين ثم لابد أن نبين بعض المسائل، نخليها للأحاديث اللي جاية بعدها مباشرة. الحديث رقم 207، وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان أنه قال سمعت أبا هريرة، إذن أبو هريرة راوي الحديث، أكد السلام ميم ذي الحديث 206
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. هاو الحديث هكي، الحديث رقم 207 أجابنا عن السؤال، هل هي صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ أم ذاكي اختلفت الروايات. الإمام مسلم ذا شد هنا حديث أبي سلمة موجود في صحيحه، بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. إذن في رواية الإمام مسلم صلاة الظهر، في رواية الإمام مالك الحديث 207 صلاة العصر. هذا أدنى وذا الرواية يظن موجودة عند مسلم والبخاري، وفي البخاري ومسلم الظهر أو العصر بالشك. وابن سيرين ماذا قال وهو من رواة هذا الحديث؟ إن سماهما أبو هريرة ولكن نسيت أنا، وفي رواية ولكنني نسيت. شوف الدقة، إن ابن سيرين محمد بن سيرين إنك سماهم أبو هريرة ولكن نسيت، إنك تشوق أنا نسيت. إذن ذاكي الرواية بالشك. وللبخاري عن ابن سيرين مرة أخرى إنّ وأكثر ظني أنها العصر، الغالب على الظن. ذا شد نربح ذا سياقي؟ نعم ماشي صلاة العشاء، هذا صلاة العشاء أيضا خلاص ما هي شيء، صافي راهي الدور بين الظهر والعصر. كي نجمعوا كاع الروايات نخرجوا واحد النتيجة. النتيجة الأولى أن الأمر يعني إما الظهر أو العصر، يعني لا المغرب ولا العشاء، غادي الصبح لا. هذه خلاصة مهمة، يا الظهر يا العصر. الأمر الثاني أنه قد تكون هي الظهر، يعني هذا النسيان أو السهو وقع في الظهر كما دل هذا الحديث. الاحتمال الثالث، نتيجة ثالثة، أن السهو وقع في صلاة العصر كما في حديث الموطأ حديث الإمام مالك. والنتيجة الرابعة أن وقعت هذه حصل نسيان في صلاة، خاصة فيه رواية أخرى لم يذكر ذو اليدين. معنى يكون مثلا هاو أبو هريرة رضي الله عنه، بينما أنا أصلي مع رسول الله، طبعا مادام صلى معه الصحابة، إذن احتمال رواية هذه الحادثة من قبل الصحابة الآخرين ممكنة عقلا، ممكنة. الدليل إن بينما أنا أصلي مع رسول الله صلاة صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، إذن الاحتمال الرابع ممكن ثلاثة ثوث ذي طهور، ثلاثة ثوث سنظا مرة أخرى بعد أيام ذي الظلث من العصر. نعم والنتيجة هي كيف أربع ركعات. السر انه ولكن كي ذاك في التدقيق في الروايات، خطرت وراء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خدمه ميراث النبوه، خدمه شريفه باش نزرب لي عاد سفن مليح. كي تقرا كتاب الرحله في طلب الحديث للخطيب البغدادي، اذكره للمره الثالثه في هذا المجلس باش نقول بلي هو كتاب مهم باش يسمع بلي كاين روايه نتاع حديث مسافه طويله يروح إما مشينا على الأقدام ولا على الأقدام وعلى الدابة
باش دياوي الروايه عندهم حرص على جمع الروايات الممكنه للسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ان المعنى يون، ولكن تعدد الروايات، تعدد الطرق، هذه تقوي الاخرى وبعضها يقوي بعضها، والسلام. في مثل هذه المجالس لا حرج ان نذكر هذه الروايات، لانه كان في معرض اخر، يعني في موضع السؤال والجواب، على طول يسقسيك واحد جاوبه خمس ثواني تفرى، يقول لك والله غير صليت الظهر من بعد ركعتين من بعد نسيت، قول له دير هكذا خلاص، هو الفتوى داها. ولكن هنا باش نقرا، باش عقولنا تتسع وتسع هذه الروايات، نعلم بلي هذه موجوده، هذه موجوده، الاحتمالات الوارده، وفيها خير ان شاء الله. الدليل انه في الحديث رقم 208 في الموطأ، هاو الحديث 207، الحديث 206 لم يصرح، انك انصرف من اثنتين، الحديث 207 صرح إناد صلى صلاة العصر، الرواية اللي دننا عند الإمام مسلم صلاة الظهر، عند البخاري ورواية أخرى عند مسلم بالشك الظهر أو العصر، وإلى آخر ما سمعتم. في الحديث رقم 208 في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار. ها يفكرد فيدا النظام، من إحدى صلاتي النهار، يعني صلاة يعني الظهر أو العصر، هكذا ورد في الحديث الذي رواه الإمام مالك، فسلم من اثنتين، ويكمل الحديث. إذن شوفوا التشابه والتقاطع بين الأحاديث. نعود إلى حديث 207. سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، لقيت صرح ركعتين ما قالش اثنتين، يعني هنا جزم بالصلاة، جزم. فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. شوفوا الرواية لهيه، إن يسلم تقصر الصلاة وما نسيت، ولكن ذاكي كيف جاوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يكن، وهذا من البلاغة النبوية، لم يعد حتى كلام ذي اليدين، كل ذلك لم يكن، أي ند نضكني ولا شيث، ورث قصر الظليث ورث نقيس ورث سوغ. ولكن كيف كان جواب ذو اليدين؟ قد كان بعض ذلك يا رسول الله، أيضا بأدب. قد كان، قد وده التحقيق، بعدها فعل الماض، قد كان ذلك، قد كان بعض ذلك، هو لم يقل، العلماء اللي شرحوا الحديث قال لك لم يقل له قد كان ذلك يا رسول الله، معناه لنسين، خطر نفهمه هكذا، ولكن قد كان بعض ذلك يا رسول الله، معنى غير ثمانيه، عادي ولا شكس الحرج. يلا تتم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، هارجزاكي ساعة ثقة الجيمانيسية، عنده الثقة في نفسه، فتوجه إلى الناس، أقبل على الناس، يعني على الصحابة، فقال أصدق ذو اليدين، أي ندينا سيدت؟ فقالوا نعم، يون بوال، فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس.
يخدم سجود السهو البعدي بعد مديوي سنت ركعات ني يخص اما ذي الظهر اما ذي العصر اما ذي سنه ست. الحديث رقم 209 مادام بذرد 208 تروح 209 وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن مثل ذلك. هذا الحديث يبداك يعني ديني قلنا ديننا طريق اخر ولكن المضمون هو نفسه. قال مالك يعني هذا القول أورده الإمام مالك بعد هذه الجملة التي استمعنا إليها في الحديث رقم 209. أعطانا قاعدة ذهبية مفادها واش قال الإمام مالك؟ كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. انتهى كلام الإمام مالك. يعني في كرد القاعدة جامعة لما ذكر. أين كيدنا ثاني نثي ذاك الإمام مالك أدي قرمات زيادة ماذا النقصان يسنقص فهاد من الظليثيس ولكن المعلومة ثاني نفتكني قبل ما إلا السهو في الفريضة أنا السهو ذي الفضيلة أنا السهو ذي السنة كذا ماذا النقصان أدي خدم سجود السهو القبلي الأحكام المذكورة ما إلا الزيادة صلاة المغرب عندها ثلاثة هو صلاة أربعة يدير سجود السهو البعدي وهكذا الركعة عندها ركوع واحد هو دار ركوعين دار زيادة لقي أتسيلي بعد السلام أدي غر يا إما سنشرح هذا يقرأ التحيات التشهد الأول والثاني إلى آخره. درك نروحوا الحديث رقم 210 ولكن يخدم الإمام مالك عنوان مستقل متمم في الحقيقة للأول باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته أو ما ذكر. الحديث رقم 210 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته. سبحان الله تصل أحاديث قلن في شكاكي خطر الشك دمار الشك دمار ذي كلش وين يكون الشك يا لطيف ولا لا لا لو كان تقسم تاركا انت وخوك يشك مشكلة يقول لك واقيلا خويا دا الحصة الكبيرة وخلاص بقى على خير خاطر دخل الشك وين يكون الشك يا لطيف؟ التجار يديروا التجارة 20 30 سنة مادام ما كانش الشك خدمة ما شاء الله النهار اللي يدخل الشك خلاص مشكلة الشك ماهوش مليح نشفى برك على عبارة الشك دمار يتهدوا لذلك حتى في أمر القضاء لا يعاقب لا يؤاخذ الإنسان بالشك لا يؤاخذ لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وقاعدة أخرى أن الشك يفسر لصالح المتهم لذلك الشك أذير نتسى تماما ما يشمد الشك ذي الدنيا ثب مذان بقى على خير وموضوع الشك أيضا أي غير تسد القاعدة إن يقول كاليقين لا يزول بالشك اليقين
لا يزول بالشك ويزول بيقين مثله. يون يغلظ يغلظ دايم ولا قرا فيكش من الشك يخدم تجاره ينس مضبوطه مضبوطه ديني قلان قد يخطئ ويرفعنا الاثم ولكن لا نؤاخذ الناس بالشك. مثلا واحد دخل العيله حوس على حاجه ما لقاهاش، دراهم، هاتف نقال، كاش حاجه، ذهب خاصه كيدخلوا هذا الذهب والفضه وكذا، مباشره اجمع الشك. وعلى بالك سبحان الله قال استن ثروحي يشبح ثروحي، ولكن خدم على الشك خطير. الشك كاين مشكله، اذا كان واحد يروح للقضاء غير يروح للامن وكذا تقول له شكيت في فلان مشكله. خلاص كيفاش يسمح لك؟ واذا كان سمح لك كيف يسمح لك؟ مشكله كبيره جدا. وكاين الناس يقول لك وصلت لهذه خلاص يلد روحي تشبح سمحتي على هذا القوس المفتوح، لان الشك يدمر العلاقات ويقطع الاواصر ويقطع الصلات. نسال الله العفو والعافيه. ولكن في الامور الاخرى خويا عادي الحمد لله، مثلا في الصلاه وكذا عندنا احاديث عندنا كلش اسيدي ونرقع صلاتنا والسلام والسلام. حديث 210 ينات إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري لا يعلم كم صلى وري الزرار شحال يقزول وقيثورا تتم للموضوع فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة ثلاث ركعات من أربعة فليصلي ركعة يعني يبني على اليقين يبني على ما استيقن منه فينك السوري خاطر يشك أثلاثا أو أربعا مادام يشك ثلاثة أو أربعة معنى ثلاثة ذي اليقين ثلاثة يقينا الشك ذي ثلاثة أربعة ذا شو دين الحديث فليصلي ركعة أذيرنو الركعة نظن وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم قبل التسليم هذا صافي يشك ثلاثة أربعة أذيرنو في اليقين أذيرنو في أربعة أم بعد فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم يعني سجود السهو القبلي. تتمة الحديث فإن كانت الركعة فقيرناك فإن كانت الركعة التي صلى الخامسة خامسة في نيرنا كني ما إلا تسيس خمسة خطر مادام شك ثلاثة ولا أربعة هي ممكن أربعة ممكن حنا واحد يصلي واحد قدامنا الظهر مثلا شفناه باللي صلى أربع ركعات عادي ولكن بعد ناضجة بالأخرى هو شك كي كمل تقولوا عليه يقول لك أنايا شكيت ثلاثة ولا أربعة نبني على اليقين نطبق الحديث هذا 210 من الموطأ بعد تتمة الحديث باش ترفعوا عنا الحرج. شوف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنا الحرج. إند فإن كانت الركعة التي صلى خامسة تسع خمسة شفعها بهاتين السجدتين يعني يا رقعت سنة السجدة ثاقي وفي رواية النظام نافلة راك ديت نافلة راك ربحت معنى ثرنيض في خمسة ذي النافلة فرقع تظلي فيه وتفرض شغلي وإن كانت رابعة
إما إلا سيدت يزول كان ثلاثة يلها غيم يقرنا ثيس أربعة وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان فالسجدتان ترغيم للشيطان. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حكمة من حكم سجود السهو فالسجدتان ترغيم للشيطان يعني ما تسيس خمسة تربحض أقلك ثوالك ذي النافلة تبيض لجر زيادة ما إلا تسيني تسيس أربعة إلا هاني متسترنض خلاص سجود السهو تخدم ذاكني القبلي ترغيم للشيطان. ثورة أهل ترى غرض التحيات نغالا الجواب أدغرض ما تغرض التحيات التشهد تحيات يلها يجوز موثي دغري ضارا يلها ثقيث جوز ثقيث جوز مرنس ليث مثل ثقيث جوز ثقيث جوز جواز تعدد الصواب معناه جت شرع على الساعة يسو ساعة ديكس في كوال أدغرض تحيات في كوال ودقار ضارة أكد خضمض يجوز إيه الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على إبراهيم وعلى إبراهيم في نخاطي وتيد تسويرا وتيد قرارا أما ذي سجد السهو القبلي أما ذي سجود السهو البعدي والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.